السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وبخير. النهارده باذن الله هتكلم معاكم عن سوره الكوثر. سوره الكوثر هي طبعا عارفين انها اصغر سوره في القران الكريم، عدد اياتها 3 ايات بس، فاحنا دلوقتي هنقراها وبعد كده نفهم معناها. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيخاطب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وبيقول له إن يا أيها النبي إحنا أعطناك الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة، ومن ضمن هذا الخير نهر الكوثر في الجنة. حفتين نهر الكوثر في الجنة دول خيام اللؤلؤ المجوف وطينه المسك، يعني الطين بتاعه مسك والحفتين بتوعه كده من خيام اللؤلؤ. فبعد كده بيقول له فصلي لربك وانحر، يعني ايها النبي الكريم صلي صلاتك كلها لربنا سبحانه وتعالى، وانحر يعني اذبح ذبيحتك، يعني ايه لوجه الله، يعني اذبح الذبيحه لوجه الله. عارفين طبعا زمان كانوا بيألفوا جدا في موضوع الذبيحه ده ويقولوا مش عارف للالهه والكلام ده كله، والسليمه هياكلها الذكور بس، والتعبانه وما اعرفش ايه ياكلها الذكور واناث، فده كله طبعا افتراء. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وانحر، انحر لوجه الله بس سبحانه وتعالى. ان شانك هو الابتر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ان اللي بيبغضك واللي بيكرهك، اللي بيبغضك وبيكرهك وبيكره اللي انت جيب بيه من الهدى والنور، هو اللي هينقطع اثره، هو اللي هينقطع حسه من الدنيا وكل عمل الخير بتاعه. ويقال ان في شخص ما كان يعاير النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام بانه ما عندوش ذكور، لان احنا عارفين ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم انجب القاسم وعبد الله من السيده خديجه، ابا القاسم وعبد الله من السيده خديجه، وانجب ابراهيم من السيده ماريا القبطيه، ولكن كلهم ماتوا. فكان في شخص دايما بيعاير النبي محمد صلى الله عليه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هنا بيطمنه وبيقول له ما تخافش، اللي بيعايرك هو اللي هينقطع اثره من الدنيا مش انت. وطبعا احنا ما زلنا شوفوا الهجره النبويه من كام سنه، ولسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولسه النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام عالق في اذهاننا ويذكر الى يومنا هذا صلاه وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس كده انا حاولت ان انا اخلي الفيديو قصير على قد ما اقدر عشان تتشجعوا انكم تشوفوه، واتمنى تكونوا استفدتم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.